قبل قليل تعلمنا النغمة الكاملة والنصف نغمة وعزفناها مع بعض. هسه راح نتعلم ربع النغمة وراح ندمجها مع النغمتين النصف والنغمة الكاملة ونشوف شنو اللي راح نحصلها. النغمة الكاملة قلنا هذا 1 2 3 4، والنصف النغمة كانت 1 2 3 4. هسه راح نعزف كورد اي ماينر نغمة متكاملة مرتين، ونعزف سي ميجر نصف نغمة مرتين، وبعدين نعزف 4 مرات ربع نغمة سي ميجر ونكررها. انتبه على ايه جيدة. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. راح اكررها، انتبه علي جيدا، انتبه جيدا، بعدها راح نكررها مع بعض. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. احنا عزفنا نغمة كاملة وعزفنا نصف نغمة وعزفنا ربع نغمة. هسه راح نطبق هذا اللي تعلمناها مع بعض. راح اعد للأربعة ونعزف مع بعض. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. نكررها 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4.